لقاء فن فنانينا بشارك الممثل نورمان عيسى في الفيلم الإسرائيلي الجديد تشيك أوت إخراج يوناتان ديكل. عن السينما وعن المسرح نتحدث مع نورمان عيسى. مرحبا نورمان. مرحبا شادي، كيفك؟ كيف حالك؟ أنا مبسوط. وأنت؟ تمام. دور جديد وفيلم جديد رح يبلش عرضه، وين انتهى الفيلم تشيك أوت؟ يعني يمكن بيجي كمان أسبوعين. كمان أسبوعين قريب. احكي شوي عن الدور. هو فيلم كوميدي. هو كوميدي لاسع طبعا، بحكي عن الموساد وعن الأغلاط تبعتهم. تعرف عن قصة كانت من زمان لما طخوا عمليا نادي مغربي بالغلط، تفكروا واحد تاني بتركيا صارت هالقصة؟ بلينينغهام يمكن بشي محل بأوروبا. أولا نفس الحادثة، بيجي تعرف رجل أعمال بفكروا إنه هو عمليا اللي عم بدوروا عليه، اللي هو أنت بتكون اللي هو أنا بتصاحبوا وياه، بيطلعوا مع بعض، بركضوا مع بعض، بتصاحبوا بصيروا أصحاب كتير كتير كتير. بلاحظ إنه هو مش هو هذا البنادم اللي عم بدور عليه. برضه بتعرف عشان غلطوا غلطة كبيرة وكلن عليه الموساد الكبير الرؤساء يعني. فبضلوا لحقينه تنه هو يقول أوكي هو وبالآخر عمليا بيش أكشف الأشياء بتصير. نحضر الفيلم غلط بغلط كله. نحكي شوي عن أدوارك في السينما نورمان. حرب 90 دقيقة اللي فزت عنه بجائزة أفضل ممثل دور ثاني عام 2015، طبعا العروس السورية، أنا عربية كمان، أدوار كتير بالسينما. أفضل أدوارك في السينما شو من ناحيتك الأخير؟ مربوط، معرفش كل إن بحب هنا، مش أفضل يعني، لا أقرب لإلك. فيش دائما كل بتقدم الواحد بسوي كمان وكمان وكمان. صحيح. كل مرة بتلاقي أشياء جديدة، وكل مرة بتلاقي قديش انت بتعرفش، فالواحد بضل يتعلم. نحكي شوي عن المسرح، وانت طبعا ممثل دائم بهبيمة، في اكثر من مسرحية تعرض لك هالايامات. نحكي عن هشخنيم لمالا، بتعود ممكن لاجواء شغل العرب وقصص الجيران ومشاكلهن، صح؟ هي الجيران اللي من فوق، بتعرف الجيران بضايقوا يعني انه بزعجوا من ناحية، بتعرف ناش نقول الكمية بزعجوا، مش بزعجوا انه ازعاج وانما ازعاج انه بيعملوا علاقات جنسيه ممكن، صح؟ ايوه بديش اقول انت ولد. هذا مصدر الازعاج كل الوقت، فالساعه 4 بوجه الصبح وكذا، فبتصل يعني فيهم بقول لهم يا جماعه ما ينفعش هدوا شوي، بنعزمهم اللي عندنا على البيت وبصير حديث، ومن الحديث بتصير الاشياء الكوميديا اللي بتضحك كثير هناك. قصه عرب ويهود ولا لا جيران انتم؟ لا ما خصش. قصه اسبانيوليين من اسبانيا، نص اسبانيولي هو بالاساس. نعم. في مسرحيه ثانيه كمان بتلعب فيها دور يهودي. يهودي اللي هو صار مسيحي اسمه ليوبولد شتاد، بتحكي عن عائله يهوديه كثير كثير غنيه، ومن هناك بال 1900 يعني، وكيف فاتت النازية على كل أوروبا واحتلت، وعمليا ما خلتش ولا عائلة يهودية ولا شيء، محوهم يعني. فهذا بشوف انه قديش هو تعرف، حتى لو انه صار مسيحي وصار زين وكأنه هيك قرب إلين، فبرضه بتضلك يهودي. او طبعا اذا احنا بنحكي هون لو شو ما عملت بتضلك عربي يعني. نورمان، في اعمال جديدة كمان على الطريق ممكن تشوفها لإلك؟ في دائما عمل جديد، بس راح يكون في عمل جديد اللي هو اسمه جولدا، عن جولدا مائير. راح يكون ده بيما جديد. وافتتاح مسرح المينا بمينا يافا اللي راح بلشنا بترميمه يعني بالافتتاح الجديد. هو موجود من زمان المينا، شو التغيير يعني؟ شو بتعمل التغيير؟ انه اعطونا محل جديد اللي هو محل كبير، وعم نبني اللي جوا يعني، فالمحل جديد كتير عم بتكبروا المسرح. عم نكبره، وراح يكون مسرح كتير كتير حلو. وحسب كيف نظرياتي يعني، فالشيء عم بتقدم لغاد بشكل حلو يعني. إن شاء الله بداية السنة نبلش الفعاليات كلها. حلو، بالنجاح نورمان عيسى. شكرا لك على المقابلة السريعة. شكرا. شكرا، نهارك حلو. إلى اللقاء. باي باي.